انا وش في طويش اسمع جوست باك كاميراكم بيان هاكم بروك خوكم محمد امين معكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديده. وفي هذا الفيديو راح نشوفوا اكبر تحول تاع ارخص جولف جي تي في كامل كندا. كيما على بالكم شريت 2007 جولف جي تي اللي واحد ما كان حاب يشريها، قامت لي 1300 دولار، لكن كانت معمره بالمشاكل باش تقدر تسوقها في الطريق. خدمنا كامل هذوك المشاكل اللي كانوا فيها ورجعت صالحه باش الانسان يقدر يديها للطريق ويسوقها كسياره عاديه. لكن انتم كامل على بالكم ماشي نشهد الطوموبيل باش نرجعوها للطريق برك، شينا هاد الطوموبيل باش نرجعوها حاجه اكثر. وفي الفيديو اللي فات درنا بزاف لي موديفيكاسيون، لكن ما كفاناش الوقت باش نديرو كامل لي موديفيكاسيون اللي كنا حابين نديرهم، خاصة جسم تاع هاد السيارة. لكن اليوم راح يكون نهار اللي نكملو لي موديفيكاسيون اللي كنا حابين نديروهم في هاد الفيديو. دوكا في الوقت اللي المساغي راهم يخدموا لنا في لاكروسري يعني في الكور تاع الطوموبيل، انا نروح دوكا نصبغ لي كاليبرز تاع لي فرع. هادو ما يقعدوش هكا مستحيل، الو ديسيدي نصبغهم بالاحمر مادام هادوك احنا نخليهم هادوما بالنوار، ديسيدي نخليهم بالنوار، الاحمر والنوار يتماشاو بزاف مليح. انا على بالي بلي افضل طريقه باش الانسان يبدل اللون تاع الكاليبرز ديالو هي نحيهم كامل من السياره ويصبغهم، لكن كامل نعرفوا بلي ماشي هي الطريقه الوحيده باش الانسان يقدر يدير هذه الحاجه. في الماضي انا صبغتهم في الطوموبيل وخرجوا لي روعه، الور اليوم دي سيديت ندير نفس الشيء مع اللي درتو في الماضي. ويا كام مروان يداوي كل من سيارته تشتكي صدى. واو كيف مروان هذا؟ كيف مروان؟ انا ثاني ليكيب دوكا نوريكم واش درت بهذوك الكاليبر. صبغتهم بالاحمر، انا ماشي صباغ، ما تلومونيش في هذا الخطر، سمحوا لي اوكي خايري يعني ما تلومونيش عليهم. ما تلومونيش ليكيب كنتو صافا يعني صبيغه هي ما تقدرش تجوجيها ديريكت، ما تقدرش تقاضيها حتى لافان ديالها اوكي. او الا خرج في لافان اقطع مطلسه، الله سمحوا لنا على هذيك الحاجه. كي كملت صبيغه تاع الكاليبر انا رحت ديريكت مون باش نريكلي الشابمو، لانه لا دارين فوا الا تشفاو ما كونيكتيناش مع السيلونسيون ديالو، كان يعيط بزاف حتى وين الجيران كرهونا. بون ما كانوش يكرهونا الجيران، مي على بالي بلي هذاك الصوت كان عالي بزاف والناس ما تحبش هذاك الصوت. وخليني نقول لك بلي الشابمو فيها الطوموبيل ما كانش كامل حاجه سهله، يعني حتى ديسيديت نخرجو كومبلي ولقيت بزاف المفاجات، لقيتو مشقوق في بلايص وين ما كنتش كامل على بالي بلي راهو مشقوق، وخاصه كنت ريكلي في واحد الغلطه هذوك الناس اللي داروا لي كونترول تكنيك في هاد الطوموبيل سوداوه في بلاصه وين ما لازمش يتسودا، حتى وليت انا ريباري في الشابمو. وفي نفس الوقت كنت نصحع في الاخطاء اللي داروهم كراجات واحد اخرين باش يولي عندنا صوت شباب في هاد الطوموبيل. لكن الحاجه اللي حيرتني واللي هي اللي راكم رايحين تشوفوها دوكا، بوني كيف البارح خدمنا حتى العشرة تاع الليل، العشرة تاع الليل انا قلت له سيبو مروان انا لازم نروح، مروان قال لي انا ما نروحش دوكا للدار، نروح للدار نتعشى ونعاود نولي، سيد ولا على 12 تاع الليل وكنقول لكم على قداش راح للدار من الخدمة هنايا، راح على 9 تاع الصباح، يعني ضرب 24 ساعة وهو يخدم في هاد الطوموبيل باش نكملوا هذا الفيديو في الوقت. اور دوكا نفتح هذيك الباب الحمراء دوكا ليكيباج كامل كيما راكم راح تشاهدوا، ومام جي تي هذيك تشهد اكبر تحول اللي صرا لها كامل في حياتها ملي خرجت من عند فولكسفاجن. هي اللي كيف حبيت ندير لكم اشهار خفيف ظريف في وسط الفيديو، لانه سبونسروا لنا هذا الفيديو البرودوي اللي استعملناهم كامل في الكور تاع الجي تي. حبيت نقول لكم راح نقسموا 1000 دولار على 3 من الناس، ولاك حاب تربح ولاك حابه تربحي روح الانستغرام ديالي باش تلقى كيفاش تقدر تربح. هيا من بعد واه شو كيفاش ولات هذا الجي تي لاكولور تاعها. شوفوا هذاك الصديد اللي كان هنا يا معمر، شوفوا كيفاش رجعها مروان. شوفوا هذاك البومبر اللي كان بلك حال بالبلاستيك اللي قلت لكم نصبغه، شوفوا كيفاش ولا ليكيباج. شفتوا هذاك اللون، شوفوا كيفاش ولاو هذوك ليزات. فالثقبه اللي كانت هنايا
وهذيك العوجة كانت هنا معوجة في الباب. دوكا نوريكم دوكا كاش ولات ما تامنوش. وراهي العوجة اللي كانت في الباب. هاي واو. وشوفوا الليل الاخراني هذايا كيفاش رجعت. جيتي رجعت ماشي جيتي هذا خرجت من لا ميزون على جال الشامبيون ديالنا بيان سور مروان البارحه 9 تاع الصباح باش ديمارا اليوم ديمارا الدار عاود ولا وما عندنا اكرم بيان سور اكرم كان الحكاك تاع البارح هو اللي كان يحك في العفايس هنا في الطوموبيل. وشوفوا كيفاش رجعت هنايا قوة رجعت بيوتيفول. شوف كيفاش رجعت هذاك المرسول اللي كان يحك فيها اكرم رجعت شغل الاوريجينال ميم الصبيغه اللي كان زمان فيها مازال فيها هذاك البريون تاع لا ميزون 100% 100% لا كولور كيما اللي كانت 100% مروان خير لا كولور 100% الحاجه دوكا اللي قعدتنا واللي هي نبداو نحطوا كامل هاد لي بياس اللي بريتهم لكم في هاد جيتي باش نرجعوها طوموبيل كامله. بون ليكيب دوكا عندنا بروبلام هذا البروبلام ما مشاليش كيما كنت حاب هذه قال الحالة تمشي تفا الور وهذه قاع جات في السبيسر هاد السبيسرز ابارامون معلوم كانوا ملاح كانوا كبار شويه 20 ملم دوكا ولاو صغار بكون نقول لكم علاش. انا في الديبي كنا حابين نستاليو بودي كيت هكايا تفا مي هذا الروبوت هنايا ما ولاوش خارجين كيما هذا البودي كيت الو لازمنا سبيسرز كبار على هذه السبيسرز اللي عندنا ودوك احنا هادو ما عندناش وما كانش منين نشروهم ابار سمانه ولا 10 ايام باش يلحقونا الكارونت ميليمت نسحقوا الدبل تاع هادهم. الو شنو نديرو دوكا بور اجودوي راح نحو هذا البودي كيت هكايا هامليك هنايا ونديرو جي تي نكملو في الاستوار تاعنا بلا البودي كيت ولا واش قالو مروان كلشي تمام. كي كان صاحبنا الزهير غايس في التليفون ديالو حنا ديسيدينا نهبطو الطوموبيل ونديرو لها لي توتش اللي يديرو لا ديفيرونس الكبيره كيما ليكستنسيون تاع الجناحيه. الله ما عباري ما تلوموناش على هذه الحاجه ثاني والله صعبة نبان ايه خلوي شو صعبة زاد لها حاجة هو بلاستيك فاهم ماشي كربون فيبر مي حبينا نشرو تاع الكربون فيبر اللي يطلع منه ويطلع حتى الفوق ويجي مفتوح هكا مي لقينا البري تاعو غير من $1000 وطلع وما ناش حابين نصرفوا هذوك الدراهم مي هذا خرج ماشي باد نو باد اي ماشي كاع حاجة تسمى حاجة انتيك انتيك قلوي. والحاجه الاخرانيه اللي قعدتنا واللي هي نقيو هذا الطوموبيل لانه راهي مسخه بزاف اوكي مي بنادم ما يكذبش الطوموبيل ولات بومبا هذه مازال ما درناهاش البودي كيت هذاك اللي عرض الطوموبيل وكل حاجه مي ولات فريمون قوه وهذا الود ما راهمش راح يقيسونا باكم علاش ما يقيسوناش نحينا لها هادوما اللي يجوا لداخل الروبوت بور لو مومون حتى نديروا البودي كيت باسكو البودي كيت راح نقطعوا له كل حاجه مي خرجت حاجه مليحه.
هكا يا عموما اش راح نديرو نجيب الجيران بزاف نسيوها لازم نسيوها كيف دوكا نولو للكراج دوكا جيتي راهي قاعده هنايا وراني رايح نوريهاكم مي ديسيديت نغارديها طوموبيل ما نبيعهاش عباكم علاش لاني كون نشوف فيها طوموبيل يعني نحس بالفخر لانه هالطوموبيل كي كانت مغاريه واحد ما شاف فيها امل واحد ما شاف كيفاش تقدر ترجع ابارنا وهالطوموبيل ما نكذبش عليكم جمعتني مع ناس عرفتني بناس بزاف بزاف ناس ملاح وجامي درت معاهم خدمه كيما رابح وكيما مروان وكيما بزاف الناس اللي خدموا فيها الطوموبيل ما نقولش عليكم راح تبقى عند هالطوموبيل في الكراج ديالنا وراكم راح تزيدوا تشوفوها وراح ان شاء الله تقعد توجور تديفلوبا راح تقعد معانا هالطوموبيل كيف الو قبل ما تظلم ليكيباج نوريكم جيتي كيفاش حبسنا يعني دوك الرود ما ولاوش يقيسوا في الكور تاع الطوموبيل لانه نحينا لها الانتيريور هذوك تاع الرود خدمنا لها كل حاجه وهذيك لا كروسري الهيكا ممكن صديد اذا تشوفوا لها هنايا كاش كان صديد هاي ليك رجعت هاي ليك في هذا الكوتي شوف صديت كان من هيكا كان من تحتها هنا يا مروان خدمها ودار خدمة بزاف بزاف شابة الوغ هسيسا شاف مو خليته اوريجينال مي الا شتو راه مطبع شوية لاريا بارابول كيفاش كان من عند لاميزون سيسا هذا الكوتي لا ميم شوز هنايا الوغ كي تشوف هكايا راك راح تشوف الاحمر وراك راح تشوف لاسونسبونسيون الزرقاء من لاريا سي سا فوالا على بالي كاين الناس يقول لك ما درتش لي كليبراج تاع الرود مي فريمون درنا لي كليبراج تاع الرود مي ماشي لازم نحط لي كليبراج في لا فيديو تفوالي كيف الوغ سي سا نروحو نوضوها ونسمعو الحس ديالها كيفاش راهو مي جاب ربي الحس ديالها نعاودو نبدلوه بس ما عجبنيش بزاف بسم الله هاد العفايس ان شاء الله كاع نقليوهم في الفيديو الجاي اوكي هذي كيف هاي نرموها في الدوزيام دوكا اسمعها اوووو اي 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 نعدوها نعدي نعدي نعدوها بون ليكيب رميتها في الدوزيام هاي نشوفو دوكا هاني ما بين الديور ما نقدرش نسيها هنا برا هاي نشوف هذه دونجي دونجي هذه دي البروسيات اللي نديهم بها ما هذيك انا في طويش اسمع هكا 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 يدونا للحبس ونستهلوها يدوك وحدك خطيني كيري تجريكي دوكا جاز 15 مينوت واحد مش كابينة واحد كاع عجبهم الحرافة راه مو كاين الناس يتحاكي اللي يقول لك واو هذه قوة باسكو راهي تعيط على الصح اون بيرسون انا ما نطولش عليكم ليكيباج الفيديو الجاي ندوها بلاصة وين نقدروا نسيوها تاع الصح ندوها البلاصة وين تاع الصح تبان وشنو هي الجي تي وراح نموديفيوها بزياده معناتك ان شاء الله ما نطولش عليكم ونحط لكم الفيديو اللي موراها اذا ماكش مابوني معنا في لاشين بيان سو ابوني باش يلحقوك لي فيديو كامل الجايين هكا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي نوريكم بالحد ولا بالتين هكا ليكيباج تهلاو في وحدكم جو اند جرو ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اي بيس